أطلقت الهيئة الملكية في الجبيل بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معرض المصحف الشريف. تفاصيل أكثر عن هذا المعرض وما يقدم لزواره ننتقل بهذا التقرير مع الزميلة هدى الغامدي. معرض المصحف الشريف يهدف إلى إبراز جهود المملكة في خدمة كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. والتعريف بمراحل كتابة المصحف الشريف وأبرز التطبيقات لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وأبرز اللغات المترجمة للمصحف الشريف البالغ عددها 77 لغة. معرض المصحف الشريف يأتي ضمن اهتمام الهيئة الملكية في تعزيز الحراك الاجتماعي بمدينة الجبيل الصناعية. المعرض ينقسم إلى 5 أركان: ركن معرض المصحف الشريف، وأيضا ركن ذوقيات بيوت المتقين، وركن لون وذوق، والفيلم التعريفي عن جهود المملكة في العناية بالمصحف الشريف، وخدمة مجانية عن طريق ركن الخط العربي. كما يحكي المعرض قصة ومراحل إنشاء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة عبر شاشة تفاعلية، كما يضم المعرض جميع إنتاج المجمع من النسخ بجميع الروايات والتفاسير. أيضا يعزز معرض المصحف الشريف المبادرة التي دشنها سمو أمير المنطقة الشرقية، مبادرة الذوق العام، وهي عبارة عن ركنين: ركن ذوقيات بيوت المتقين التي تستهدف رواد المساجد والمصلين عبر غرس السلوكيات الحميدة والقيم والذوقيات، بالإضافة إلى ركن لون وذوق الذي يستهدف الناشئة عبر 14 رسمة خصصت لهذا المعرض. لقناة السعودية هدى الغامدي، الجبيل. شكرا للزميلة هدى الغامدي على رصد هذه التفاصيل والمعلومات الخاصة بمعرض المصحف الشريف في الجبيل. يعطيك ألف عافية يا هدى.